لي عيان دلوقتي. لو انا هتكلم على السايكل ديستراكشن، هو الديستراكشن بتاعي ده عباره عن ايه؟ سايكل ديستراكشن معناها ان انا هديستروي بارت اوف ذا سيريالي بودي عشان اقلل الايكوس هيومن برودكشن، تمام؟ واقلل الانتر اوكيولار بريشر، ده تعريفه، تمام؟ زمان كنا بنتعامل مع السايكل ديستراكشن على انه حاجه اسيبها للعيان اللي خلاص عينه بتروح، او العيان، او ان هي حاجه هيرويك كده، وان العيان خلاص he's losing his vision and leave him to die in peace. ده كان الكونسيبت زمان اتعامل معاه في البلايند بينفول اي. الكلام ده طبعا اتغير. اتغير ليه؟ لان انا الهدف بالنسبه لي في علاج الجلوكوما ان انا اعمل بالانس ما بين ايكوس برودكشن وايكوس اوت فلو، صح كده؟ وبالتالي لما اجي ابص الايكوس برودكشن عندنا هو طالع منين؟ هو طالع من خلايا السيليري ابيثيليوم، سواء البيجمنتد او النون بيجمنتد، والنون بيجمنتد بالاكثر، صح كده؟ ده الكونسيبت اللي احنا عارفينه كلنا. وبالتالي المشكله اللي عندي ان انا عاوزه هتعامل مع السيليري بودي كتارجت، وعشان اوقف الفانكشن بتاعته هقطع عنه البلد سبلاي ده، ان انا هعمل له اسكيميا. لو انا عملت اسكيميا للسيليري بودي، السيليري بروسيسز دي هي اللي هتتدمر، وبالتالي الريت اوف ايكوس برودكشن بتاعي هيقل. الذكاء في السايكل ديستركشن ان انا ما دمرش السيليري بودي، لان انا محتاجه هيلثي ايكوس جوه العين. ايكوس ده مهم للنيوتريشن بتاع الكورنيا، للنيوتريشن بتاع اللينز، وحاجات كتيره جدا. وبالتالي اي دونت نيد تو هاف توتال ديستركشن اوف السيليري بودي. ده اللي كان من زمان بيتعمل، وكان هو ده السبب في ان احنا بنلاقي ريتس اوف كومبليكيشنز عاليه. يبقى انا هاخد السيليري بودي ده بتاعي واحترمه شويه واخليه له طاقه. برضه عشان هنلاقيه كتير، اللي كان فيه كذا طريقه للسايكل ديستركشن. زمان خالص قالوا نعمل له دايثيرمي. انا هعمل سايكلو دايثيرمي. طبعا السايكلو دايثيرمي ده خد باع من الزمن، واكتشفوا فيه ان العين بتخش بعديها في سايسس بالباي، وبيبقى معاها هاي ريت اوف ريسك اوف هايبوتوني والى ما الى ذلك. دلوقتي بعدها على طول قالوا خلاص بدل ما نسخنه نبرده، نعمله سايكلو كرايوثيرابي. السايكلو كرايوثيرابي ان احنا نعمل فريزنج او ثروينج للسيريالي بودي عند ماينس 60 تقريبا، وده هيخلي العين السيريالي بروسيسز تشرينك، وبالتالي هيحصل ديكريس ايكوس برودكشن. لقوا برضو ان بيحصل معاه كولاترال دامج للسيريالي بروسيسز اللي انت مش بتعالجها، وللترابيكولار مشور، وللكورنيال نيرفز، وبالتالي بيحصل لوس اوف سنسيشن، وعين بيخش في نيوروتروفيك كيلاتايتس بالعظم. وبالتالي برضو لقوا ان هو مدمر، فما بقيناش بنحب نعمله. لحد ما بدا يظهر الليزر سايكلو فوتوكواجيليشن. مع ظهور الليزر سايكلو فوتوكواجيليشن، طبعا هو الليزر ما ظهرش هنا في السيريالي بودي بس، هو ظهر في العين عموما. فبرضه بنفس المراحل الزينون والروبي والياب، يعني كل انواع الليزر اتجربت، تمام؟ الى ان وصلنا ان احنا بنحب نعمل الدايود ليزر سايكلو فوتوكواجيليشن. طيب المشاكل الانواع الثانيه من الليزرز، غير انها كانت كامبرسم في السيتنجز بتاعتها، كانت ايه؟ المشكله اللي لزقت في دماغنا كلنا وفضلت معانا سنين طويله، ان الليزر او السايكلو سيرشن بيبوظ الكونجنكتيفا، فبيبلوك فيه الفيتشر سيرجز كلها. الكلام ده كان فعلا صحيح مع الياد ليزر، لانه كان بيعمل كونجنكتيفا سكارنج. لكن مع الشورتر ويف لينسز اللي ليها بنتريشن اعلى لجوه، لو انت بتستعمل بروب مظبوط الكلام ده مش صحيح، كونجنكتيفا مش هتتاثر، تمام؟ فالكونسبت ده برضو بدا يتغير شويه لما احنا بدينا نفهم الدايود بيشتغل ازاي. طيب وبالتالي السايكلو دايود او السايكلو ديستركشن ثيرابي انا بستعمل فيه ويف لينس معينه اللي هي 810 نانومتر، تمام؟ اتس مور ابيلينج لانه مور تارجتنج للسيريالي بودي، مور فوكست على السيريالي بروسيسز اللي انا عاوزاها، تمام؟ طيب السايكلو فوتو اجريشن كان بيتعمل زمان ترانس سبليجل، هو بيتعمل ما زال ترانس سبليجل، صح كده؟ وممكن كمان ان انا بستعمل معايا طبعا الجي بروب اللي هوريكم الصوره دي، والجي بروب ده هو بيبقى ابلايد على منطقه السيريالي بودي، والمنطقه دي هي احنا عارفين السيريالي بودي من الاناتومي الفاز بلايكاتا بتلايد تقريبا حوالي 2 ل 2.5 مللي من الليمبس. بس الكلام ده مش فيكسد، لان انا عندي السيريالي بودي في النيزل بارت اقرب لللمبس من التمبورال بارت، فلازم اعمل حاجه توريني السيريالي بروسيس اللي هنشوفها كمان شويه اسمها ترانس اليومينيشن، عشان لما انا مور حاطه البروب في المكان الصح هاخد افكت صح ومور بريدكتبل. ودي مشكله الليزر او الدايود ليزر او السايكلو ديستركتيف كلها، ان مشكلتها مع الناس ايه؟ انا مش عارف العيان ده بعد العمليه هيحصل له ايه؟ هو بيحصل له بريشر سبايك وبعدين بريشر بينزل، طب بينزل يوصل لفين؟ ممكن ينزل يوصل معايا لرقم انا عاوزه، ممكن ينزل معايا لارقام انا مش عاوزها، ولا تلاقي العيان دخل في ادويه، تمام؟ حته الانبريدكتابيلتي دي هي انا ممكن اقللها بان انا اعمل بيتر تكنيك، تمام؟ البروب بتاعنا او الجي بروب زي ما حضراتكم شايفين
هو عباره عن بروف، انا هشغل بوينتر، حاولوا ان كنتوا تتابعوه. البروف بتاعي ده هو له فود بليت، الفود بليت دي هي بتتحط الحته القصيره الزمنيه دي هي ناحيه الليمبس، والحته اللي ورا اللي عامله زي الكعب دي هي اللي هي زي الكروفو اللي ورا. الكلام ده ليه؟ الكلام ده عشان البروب معدي في النص هنا بتاع البلاستيك ميتال، بحيث ان هو يبقى سيتويتد تقريبا 2 مللي من الليمبس. تمام؟ في بعض الاماكن بتبقى البلاستيك شيلد دي مش موجوده، والناس بتستعمل البروب دايركتلي على السكليرا. ده من الحاجات اللي ممكن تعمل لي كونجنكتيفال سكارنج، ممكن يحصل منه بيرفوريشن، وممكن ما ابقاش موجوده في البوزيشن الصح، ساعتها لازم اقيس بالبلده ولازم اقلل الباور بتاعتي. البروسيدجر دي ممكن تتعمل اندر لوكال انستيزيا، وخلي بالنا ان انا بدمر سيريالي بودي، يبقى انا بانديوس ايريدوسايتلايتس، فانا بعمل بينفول بروسيدجر. اللوكال هنا حتى لو انا مديها العيان جنرال انستيزيا اتس بيتر ان انا احقن له سام فورم اوف لوكال انستيزيا، اتس ريلي بينفول. وبقول للعيان ان النهارده هتتوجع جامد عشان ما يبقاش يعني مخبوط او قلقان. السيتنجز بتاعت المشين بتاعتي بيبقى فيها باور وبيبقى فيها ديوريشن. انا دايما ببتدي بالباور اللي اتحققت التارجت بتاعي واعلى وانزل بيها. طب بعلى وانزل بيها بناء على ايه؟ يوجوالي احنا بنبتدي ما بين 1500 ل 1750. طيب الريوت ليزر ده هو بيشتغل على ايه في العين؟ هو بيشتغل على الميلانين بيجمنت. تمام؟ فلو انا حطاه مظبوط، وخلي بالنا من كده ان هو بيشتغل على البيجمنت عشان هقول لكم حاجه ثانيه كمان شويه. فلو انا حطاه مظبوط في مكانه المظبوط، هو هيتارجت البيجمنت سيلز بتاعي السيلري بودي. طب وهي البيجمنت سيلز مسؤوله عن الفورميشن اوف ايكوس؟ لا، انا معتمده على انه هيدمر لي البيجمنت سيلز ويعمل كولاترال دامج للنار البيجمنت. معتمده ان الديود عموما له اكشن زي البايلوكاربين، ان هو بيأثر على السيجر المصري وبالتالي بيفتح لي السبيرال سبيرال، يعني بيزود لي الجرافيكال اوت فلو او الكروس سكشن كمان. تمام؟ ده احد الميكانيزمات بتاعتي. فانا معتمده اساسا انه هيبقى ابزورب باي ميلانين. طب ولما يبقى ابزورب باي ميلانين ويحقق لي التارجت بتاعي، انا هسمع ايه؟ اسمع صوت ساوند. طب ولازم اسمعه؟ لا، مش لازم اسمعه في كل الحلقات، لكن لازم اسمعه اتليست وانس بير كوادرنت، او هو في الكتب وانس حتى كل مع بعض. لازم اسمعه. طيب الكلام ده احنا بنركز فيه هنا في مصر بالذات ليه؟ لان المفروض ان البروب اللي حضرتك شايفه ده اللي هو تمام قد كده اذا سنجل يوز بروب. تمام؟ طبعا احنا مش بنستعمله كسنجل يوز بروب. تمام؟ بنستعمله كمالتيبل يوز بروبس، مش ميز ان حضرتك لازم تبص على البروب ده وتشوفه كويس. لو عليه بلاد، البلاد ده فيه ايه؟ بيجمنت. لو عليه بلاد هيبقى اللي انت بتعمله كله في الهواء. وكمان لو انت حاطه على بس على الكونجنتايفا هنا، هنا هيبقى مسدد، وهنا هيبقى مسدد. الحاجه ساعه الا ربع، 5 دقائق بالظبط. ايه لا لا 5 بس. لو انا حطاه على بيجمنت ممكن يحصل مني كونجنكتيفال شوك. طيب البوتنشال كومبليكيشنز بتاعتي الوت، منها الاي او بي سبايكس، ولو حصل عندي فيجوال ديتيريوريشن مش اي هاف تو كومبات بان انا اعمل تايتريشن. طب انا بشتغل كام شوت؟ انا بشتغل ما بين 4 ل 8 شوتس في الكوادرنت، يعني معايا حوالي 20 ل 30 شوتس في العين كلها. Don't over the radio patient. تمام؟ طيب to be sure of hitting the target شوطه، وبعدين اسمع بقول بعد كده انك انت ضربته. ده اللي احنا بنعمله في الدايود. تمام؟ لكن انا عشان اشوف التارجت بتاعي، الناس بدات تتكلم على الاندوسكوبيك سايكلو فوتو اجريشن. حضرتك تشتغل وانت شايف السيريال بروسيس، هتشتغل على باور اقل، هتشتغل على نمبر اقل، وبالتالي هتعمل دامج اقل. تمام؟ طيب كلمه بس عشان خاطر يعني يبقى خلصنا عن المايكرو بالس الدايود، وهو ده اللي احنا بنستعمله دلوقتي. مايكرو بالس الدايود معتمد على اني هخلي السايكل الكامله بتاعت الكونتينوس ويف دايود مجزاه باجزاء، بحيث ان انا اقلعه الهيت بيلد اب اللي بيحصل من الليزر، اللي يحصل في حاجه اسمها ثيرمال ريلاكسيشن. تمام؟ لو انا عملت كده انا هقلل الكولاترال دامج اللي بيحصل، وبالتالي انا بخلي الدايود سيفر بس لس افكتيف، بس سيفر بحيث ان انا ممكن استعمله في العيون اللي كنت بخاف اعمل فيها دايود قبل كده. طيب الديوتي سايكل اللي بخلي فيها الليزر اون قد ايه من السايكل الكامله؟ 31%. تمام؟ يعني تلت السايكل تقريبا، والتلتين الاو في الثيرمال ريلاكسيشن، وبالتالي ابقى لس انجوريوس. تمام؟ هو بيشتغل باي سويبنج، يعني انا لا بسمع كوب ولا حاجه. تمام؟ فلو انا هبص على فيديو ليه،
انا عايزه الليزر بوينتر. هو قرر ان هو ما يشتغلش خالص لا بالليزر ولا من غير الليزر. طيب anyway احنا بنمشي sweeping movement across the limbus، انا بعدي بالبروب بتاعي across the limbus، فده اللي هيشتغل ان شاء الله. تمام، لا بسمع popping sound ولا بحس بحاجه، وهو ده مشكلته ان احنا مش عارفين الا اننا على الاناتوميكال لوكيشن المظبوط وحاطين البارامترز بتاعتنا المظبوطه وبعد كده بنفولو اب العام. اوكي هنا ساعات بنسمع هوج على فكره بس مش دايما. تمام، في اخر برضه حاجه ثانيه اللي هي الهايفو، او ان انا بعمل ديستراكشن بالترا ساوند، في حاجه اسمها هاي فريكونسي او هاي انتنستي فوكس الترا ساوند. اخر حاجه هقولها لكم برضه ان انا ممكن اعمل كومباينيشن ما بين حاجات كتير قوي. يعني ايه؟ يعني ممكن اعمل جزء من الشغل بتاعي مايكرو بالانس واوبنت بعد كده بتايتريك بحيث ان انا ما يبقاش عندي اوفر شرينكج السيريال بروسيس. تمام؟ أرجو أن أكون بس ما طولتش عليكم وممكن تكونوا استفدتوا.